ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن كولسينا. هو مش غالي ولا هو رخيص، بصراحه بيغنيني عن ان انا احط لسه بتاع ان انا احط الاورانج وبعدين احط بعد كده كولسينا، فده بصراحه بيغنيني ان انا الطبقات دي كلها، فان انا بحط بس الفونديشن وبحط ده. اما لو انا مش عايزه احط فونديشن واحط الكولسينا بس، فبيداري الهالات من غير ما انا احط مصحح الهالات. فبصراحة عجبني جدا، وان هو كمان فول كفر يعني. وانت كمان لو انت عايزة التغطية بتاعته تبقى عالية، بتزودي طبقة تانية، نقطة واحدة بتوزعيها تحت، يعني اديكي تغطية عالية من غير ما تقعدي تحطي كتير. انا حطيت حتة صغيرة اهو زي ما انتوا شايفين، هدمجه. تمام، شايفين الفرق؟ برضك في صندوق الوصف بالدرجة بتاعته. انا جايباه اونلاين، كانت جايباه ب150، دلوقتي اعتقد بقى 175 جنيه. هلات انا عندي هلات زي ما انتوا كنتوا شايفين في فيديوهات اللي قبل كده، قربت الكاميرا فشايفين ان مفيش هلات. طبعا انتوا عارفين انا عندي هلات وكده. فهو بصراحة جميل جدا جميل جدا، ومقدرش استغنى عنه. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.